انسان خالص وواضح وكله من الكتاب، يعني انا في كله من الاجباري الاثنين من الكتاب، وكله واضح وسهل يعني ما فيهوش اي حاجه، باستثناء شويه حاجات كده بس يعني ايه تتجاب لو واحد ركز فيها. ويعني امتحان سهل وكويس انه معوض اهو، عوض العربي وتقريبا عوض الفيزياء عشان انا علمي، يعني كويس الحمد لله. الامتحان كان صعب اولا، ثانيا احنا ما خدناش كتب علم نفس، ثالثا الشرح مش على قد كده، رابعا مش عارف احنا نحل ازاي يعني. الامتحان صعب طبعا، يعني هقول كل حصه علم نفس بننزل للاستاذ، بننزل للمدير ولبتاع الكتب وللمخازن وكل الناس نقول لهم احنا عايزين كتب علم النفس، يقول لك بكره بكره بكره.